التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، نشرة الأخبار الجديدة تأتيكم من القاهرة الإخبارية. أهلا بحضراتكم وأهلا بك تامر. أهلا برغدة، ونبدأ بأبرز العناوين. تقارير عن مشاورات إسرائيليتين داخلية للتوصل إلى تسوية سياسية ووقف الحرب في لبنان، وحزب الله يواصل استهداف شمال إسرائيل. اليونيفيل تعلن إصابة 8 من جنودها جراء هجوم صاروخي بلبنان، وترجح أن يكون مصدره حزب الله. بعد حظر الأونروا، النرويج تلجأ للعدل الدولية بشأن التزام إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين. ونبدأ مع تطور الأمر في لبنان. من العاصمة بيروت وعند شهر نقل موقع أكسيوس عن مصدرين قولهما إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا مساء اليوم مع عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية. أوضح أيضا المصدران أن الاجتماع استهدف بحث اتصالات دبلوماسية من شأنها إنهاء الحرب في لبنان. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المحادثات الجارية من أجل التوصل إلى تسوية في لبنان بلغت مرحلة متقدمة. كما أضافت وسائل الإعلام عن مصادر غربية بأن حزب الله وافق على فصل ملف لبنان عن غزة، لافتة إلى أن حزب الله حصل على الضوء الأخضر من إيران للتراجع إلى شمال الليطاني. وأوضحت بأن المقترح الجديد يبدأ بوقف إسرائيل وحزب الله للأعمال القتالية لمدة 60 يوما. وأكدت كذلك وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن المقترح الجديد يتضمن انتشار الجيش اللبناني في الجنوب مع إنشاء قوات دولية تراقب أي انتهاكات من قبل إسرائيل ومن قبل حزب الله. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن بلاده تسعى مع شركائها إلى وقف إطلاق النار داخل لبنان. وأضاف كذلك الرئيس الفرنسي في كلمة ألقاها أمام البرلمان المغربي بأن بلاده تعمل على توسيعة التعاون التجاري والتعاون الاستثماري مع المغرب، مشيرا أيضا إلى أن العلاقات بين فرنسا والمغرب استراتيجية وتتميز بأنها عريقة وممتدة. لمزيد من التحليل والمتابعة نتحول إلى رعد عبد المجيد. إليك رعد. شكرا رغدة، شكرا تامر. ينضم إلينا من بيروت العميد سعيد القزحة الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سيادة العميد. إذن الموقف ربما يتغير في الساعات المقبلة، خصوصا وأن الحديث عن احتمالية موافقة إسرائيلية على وقف إطلاق النار أو بحث وقف إطلاق النار في الشمال، شمال الأراضي المحتلة والجنوب اللبناني. برأيك إلى ما تعزو تلك المحاولات ومحاولة وقف إطلاق النار؟ هل هذا يعود بسبب الموقف الميداني العسكري على الحدود، أم أن هنالك مواقف داعمة دولية للدفع نحو محاولة وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني؟ مساء الخير أستاذ الكريم، مساء الخير للمشاهدين. طبعا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بضغط كبير من أجل وقف الحرب التي فتحت في 8 أكتوبر 2023 في لبنان. تقوم الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل وبالضغط على الجانب اللبناني أيضا. وما المباحثات التي يجريها نتنياهو في مع وزرائه، ويقولون أن هذه الليلة هناك اجتماع من أجل ذلك، إلا
فولكلور تعودنا عليه في حرب غزة. فدائما ما يقوم نتنياهو باستعراضات وبتمثيليات، ولا نستطيع ائتمانه ولا نستطيع أن نركن إلى ما يقول. طبعا لقد حقق العدو الإسرائيلي نتائج كبيرة جدا في معركته ضد حزب الله، فلقد قضى على القيادة الأولى والثانية لحزب الله، وقضى على أغلب قادة المحاور والمجموعات والوحدات لدى حزب الله، وعلى مقاتلين كثيرين. فجر الكثير من مخازن الذخيرة والصواريخ، ودمر واستهدف الكثير من منصات إطلاق الصواريخ، حرك ودمر القرى الجنوبية الملاصقة للحدود والقرى المشرفة على الأراضي الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة. فلقد قام بواسطة الوحدات الكوماندوس التي وبالحرب المحدودة التي فتحها منذ حوالي شهر ولغاية الآن، نعم، كان تتقدم وحدات كوماندوس وتحرق تفجر الكرة وتدمرها، ولقد أصبحت أرضا محروقة لدرجة أنه لا يمكن لأي رامي لصاروخ مضاد للدروع أو لأسلحة مباشرة أن يتمركز على هذه التلال المشرفة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولقد قام البارحة واليوم بإزالة التحصينات والدشم الخرسانية والسواتر الترابية، لأنه لم يعد هناك أي خطر آني واليوم. ولكن هل قضى على خطر قد يأتي يوما ما بعد سنة سنتين ثلاث سنوات لا نعرف أي متى، ويحدث طوفان أقصى جديد؟ إن استمر حزب الله في وجوده العسكري حتى لو شمال الليتاني، ولو قبل أن يخرج من جنوب الليتاني حزب الله، طب برأيك ما هي الأسباب التي دفعت حزب الله إلى الموافقة على الأقل الآن وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية تحديدا بأن حزب الله قد وافق على فصل ملف لبنان عن ملف غزة، وكذلك الموافقة على أو الضوء الأخضر للرجوع إلى شمال الليطاني؟ ما الأسباب وراء ذلك؟ هل هو كما تفضلت السبب الميداني كما تقول التقدم أو التحقيق الجيش الإسرائيلي أو جيش الاحتلال لما أراد، أم أن هنالك غايات أخرى؟ أستاذي الكريم، الوضع في لبنان مأساوي جداً. هناك حوالي 1.5 مليون إنسان مهجر ونازح، هناك عشرات الشهداء الذين يتساقطون يوميا. الأمس فقط في البقاع بمنطقة بعلبك حوالي 60 شهيدا سقطوا. الوضع مأساوي جدا في لبنان، الدمار، الخراب، الضاحية الجنوبية دمرت، القرى الملاصقة للحدود التي هي بيئة حزب الله دمرت، ولم يعد هناك قرى، فجرت حتى أن العدو قام بتفخيخ نفق مربعات سكنية ومربعات سكنية وأنفاق، فجر نفقا بين العديسي وكفر كلا ودير سريان ب400 طن من المتفجرات، مما أحدث تصدعا وأحدث نشاطا زلزاليا في شمال إسرائيل وجنوب لبنان، ووصلت أصداقه إلى البقاع. فعلى حزب الله أن يلتزم بما كان يرفضه منذ شهرين. لو قبل منذ شهرين ما كان يطالبه به اللبنانيون جميعا، كلنا طالبنا حزب الله بفصل الملف عن غزة والالتزام بال1701، وكل العالم والأمريكيين والأوروبيين وكل العالم كانوا يطالبونه بتنفيذ القرار 1701، ولكنه كان يرفض. الآن بعد هذه الضربات التي وجهت له وإزالة قيادته عن الوجود قبل، ولكن
الإسرائيلي لن يقبل. ولكن أيضا سيادة العميد، إسرائيل أيضا لم تلتزم بتنفيذ القرار 1701، وكما قلت ربما ما يقوم به من استعراض رئيس وزراء إسرائيلي هو استعراض إعلامي. على كل حال أنا أشكرك شكر الجزيل من بيروت العميد سعيد القزح الخبير العسكري والاستراتيجي لوجودك معنا في هذه النشرة. عودة مرة أخرى للزميلين تامر حنفي ورغد أبو ليلى لاستكمال باقي ملفات النشرة لكم. شكرا لك رغد. شن طيران الاحتلال غارات جوية عنيفة على حارة صيدا جنوبي لبنان. استهدفت غارات الاحتلال الإسرائيلي 3 أبنية سكنية مقابل مجمع سيد الشهداء في حارة صيدا، استشهد على إثرها 9 مواطنين وخلفت دمارا كبيرا، فيما تواصل أجهزة الدفاع المدني اللبنانية عمليات انتشال آخرين من تحت الأنقاض. أفادت وسائل إعلام لبنانية بدخول عدد كبير من الدبابات الإسرائيلية إلى تلة عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام، في أعمق نقطة يصلها الجيش الإسرائيلي منذ بدء عمليات توغله في جنوب لبنان نهاية سبتمبر الماضي. كما أضافت وسائل الإعلام بأن جيش الاحتلال شن غارات على الخيام وشبع جنوبي لبنان. كان جيش الاحتلال قد أصدر إنذارات الإخلاء الجديدة لعدد من القرى جنوبي لبنان، وذكرت بشأنها وسائل الإعلام اللبنانية بأن الدبابات التابعة لجيش الاحتلال وصلت إلى أطراف بلدة الخيام جنوبي لبنان. استشهد 13 وأصيب عدد آخر في غارات لجيش الاحتلال على منطقة بعلبك الواقعة شرقي لبنان. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في بلدة الرام في بعلبك بعد أن شنت غارة على البلدة، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين. كما شن طيران الاحتلال غارة جوية على بلدة طارية في بعلبك، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص. أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف مستعمرة كابري وتجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلية في مستعمرة برعام برشقة صاروخية. كما أعلن حزب الله كذلك عن استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال في موقع جلد العلام على الحدود مع إسرائيل برشقة صاروخية. هذا وقد ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية بأن حرائق نشبت داخل مستوطنة كابري الواقعة شرقي نهارية بشمال إسرائيل إثر سقوط صواريخ من لبنان. من جانبه أعلن جيش الاحتلال سقوط وابل من المقذوفات أطلقت من لبنان على مستوطنة معلوت ترشيحة في الجليل الغربي، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل. كما قال جيش الاحتلال إنه رصد نحو 50 مقذوفا عبرت من لبنان إلى منطقتي الجليل الأعلى والغربي، وإن الدفاعات الجوية تصدت لجزء كبير منها. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن القدرات الصاروخية المتبقية عند حزب الله اللبناني تشمل 20% من قدراته قبل الحرب. وفي وقت سابق من اليوم قال جالانت، قال إن تعيين نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله هو أمر مؤقت ولن يستمر طويلا. جاء ذلك تعليقا على إعلان حزب الله انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما جديدا لهذا الحزب خلفا لحسن نصر الله الذي تم اغتياله في غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال شهر سبتمبر الماضي. تردد اسمه كثيرا عقب اغتيال الاحتلال الإسرائيلي أمين عام حزب الله حسن نصر الله وعدد كبير من قيادات الحزب في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت. إنه نعيم قاسم الذي تولى منصب الأمين العام الرابع للحزب، فمن هو؟ نعيم محمد نعيم قاسم رجل دين وسياسي لبناني، شغل منصب نائب أمين عام حزب الله، ولد في فبراير عام 1953 في بيروت. حصل على ليسانس الكيمياء من جامعة بيروت عام 1971، وفي عام 1977 حصل على شهادة الماجستير في الكيمياء. التحق بحركة أمل عند تأسيسها عام 1974 وترقى في السلم التنظيمي حتى أصبح أحد أمناء مجلس قيادة الحركة قبل أن يستقيل منها
كان قاسم من المؤسسين في اللجان المساندة للثورة في إيران عام 1982 التي عقبها تأسس حزب الله. شغل عضوية مجلس شورى الحزب لمدة 3 دورات وعين بعدها نائباً للأمين العام للحزب عام 1991، كما ترأس مجلس العمل النيابي في الحزب وعمل النواب التشريعي وحركتهم السياسية. شارك كثيراً في لقاءات متلفزة تحدث خلالها في مواضيع دينية وثقافية أثبت فيها قدرته على الحوار والحديث. وفي عام 2005 كتب قاسم تاريخاً لحزب الله اعتبر نظرة نادرة من الداخل على الحزب، إضافة إلى 25 مؤلفاً آخر. عاش قاسم المواجهات مع إسرائيل خلال فترة تواجده بالحزب، بما في ذلك حرب تموز 1993 وحرب نيسان 1996 وحرب تحرير الجنوب 2000 وحرب تموز 2006، إضافة إلى مواجهات عام 2017. كما شهد فترة الصراع الحالية بين حزب الله وإسرائيل منذ بدأت بعد 7 أكتوبر العام الماضي، والآن يترأس نعيم قاسم حزب الله في مرحلة مفصلية حاسمة بعد اغتيالات إسرائيل لمعظم قادة الحزب خلال الفترة السابقة. فكيف سيقود الحزب وماذا سيكون مصيره؟ أعلنت وزارة الدفاع النمساوية عن إصابة 8 جنود نمساويين من قوات اليونيفيل في هجوم صاروخي على النقورة، مشيرة إلى وجود أو عدم وجود إصابات خطيرة بين هؤلاء الجنود. نددت وزارة الدفاع بالهجوم بشدة، مؤكدة أنه من غير المقبول تعريض قوات الأمم المتحدة للخطر. كما أضافت الدفاع النمساوية أن مصدر الهجوم ليس واضحا في الوقت الراهن، فيما قالت اليونيفيل إن الصاروخ الذي أصاب مقر القوة في النقورة أطلق من الشمال، ومن المرجح أن يكون حزب الله أو جهة تابعة له من أطلقه. في ظل التصعيد الذي يشهده الجنوب اللبناني، نزح الآلاف من اللبنانيين بسبب الحرب، مما دفع الحكومة لإيوائهم داخل المدارس. فلم تعد أي بلدة جنوبية بمنأى عن القصف، مما دفع السكان إلى إخلاء منازلهم والخروج من الجنوب باتجاه مراكز إيواء النازحين في المدارس بجميع المحافظات وصولا إلى أقصى الشمال. في زوايا الفصول الدراسية التي كانت يوماً مكاناً للعلم، تحولت المقاعد إلى أسرة لعائلات فرت من قسوة الاستهدافات العشوائية. في هذه المدرسة تتداخل ضحكات الأطفال في الساحات مع أصوات أجداد عاصروا الاحتلال وشهدوا على جميع محاولات التهجير. أنا خلقانة ما تهجرت فلسطين مش أول مرة، تاني مرة، عرفت علي كيف؟ والحمد لله الحمد لله. وحرب 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 وحرب، بس هذا الحرب أصعب حرب. تحت هذا السقف يعيش أبناء جنوب لبنان بين ذكريات منازلهم الضائعة وأمل العودة إلى بيوت صامدة هناك، بيوت تحمل شرفات ووروداً وفناجين شاي. من بعد الظهر بنقعد برا، بيعمل الواحد بريق شاي، بيقعد بيسهر. أنا بيتي على الطريق العام اللي بيمرق، بيصير يميل لعندي، بنقعد بنتحدث، يعني سهرة حلوة كتير عندي بالجنان قدام البيت. حلم العودة إلى الديار يعرفه الجنوبيون جيدا، فهو إرث انتقل إليهم عبر قصة الأجداد عن الاحتلال. حكاية تختصرها كلمات: حرب، صمود، وانتصار. ونتحول الآن إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة. قطاع غزة في حالة هستيرية. الله أكبر.
بطل في امل، يئسنا. قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري إن الحركة منفتحة على أي اتفاق أو أفكار تنهي معاناة سكان غزة ووقف إطلاق النار نهائيا في القطاع المحاصر. وأكد القيادي في حركة حماس بأن الحركة استجابت لطلب الوسطاء لبحث مقترحات جديدة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار، كما دعا إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثان مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والجهود المشتركة للبلدين للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار. تناول الوزيران خلال الاتصال الجهود المبذولة للحيلولة دون توسيع رقعة الصراع في المنطقة وتطورات الأزمة اللبنانية والأهمية البالغة لسرعة وقف إطلاق النار واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب اللبناني. استشهد 13 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. تأتي المجزرة الإسرائيلية خلال أقل من 24 ساعة على مجزرة الاحتلال التي نفذها جيش الاحتلال صباح اليوم في بيت لاهيا، وراح ضحيتها 94 شهيدا بينهم عشرات الأطفال والنساء بالإضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود في شمال قطاع غزة ليرتفع عدد الجنود الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية في 27 من أكتوبر من عام 2023 إلى 367 شخصا. أضاف الجيش أنه تمت الموافقة على نشر أسماء الجنود 4 الذين سقطوا في القتال في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة ضابط بجروح خطيرة. نتحول مرة أخرى إلى رعد عبد المجيد للمزيد. شكرا لك رغدة، شكرا تامر. ينضم إلينا من خان يونس بشير قبر مراسل القاهرة الإخبارية. بشير، حمدا لله على السلامة حتى الساعة. لو تضعنا في تفاصيل آخر الأحداث الميدانية، خصوصا أن بيت لاهيا يشهد مرة أخرى قصفا متجددا والعديد من الشهداء، حتى الساعة كان 13 شهيدا وعشرات الجرحى، ما التفاصيل في الشمال ثم نعرج على الوسط والجنوب في قطاع غزة؟ بشير قبر مراسل القاهرة الإخبارية، هل تسمعني بشير؟ بشير إن كنت تسمعني أعيد عليك التساؤل. استشهد حتى الساعة 13 فلسطينيا في بيت لاهيا نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على هذه المنطقة في الشمال. لو تضعنا في تفاصيل ما يجري شمال قطاع غزة وعمليات التجريف والقتل المستمر هناك، ثم نعرج على وسط القطاع وجنوبه. تحية لك رعد. هي مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة مجازر الاحتلال الإسرائيلي. ارتفع أعداد الشهداء في هذه المجزرة الجديدة التي وقعت في مدينة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل التي تعود لعائلة اللوح. هذه المنازل يتواجد بداخلها عدد كبير من الفلسطينيين. الحديث يدور حتى هذه اللحظة عن ارتقاء 18 شهيدا والعشرات من المصابين الذين لا يزالوا أيضا في أسفل أنقاض هذه المنزل المدمرة. الخطير في الأمر رعد بأن منطقة شمال قطاع غزة كما تعلم وكما يعلم الجميع أجبرت الطواقم الإغاثية والصحية على النزوح منها قصرا حينما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأطباء وكذلك الطواقم الإغاثية وأجبرتهم على النزوح من شمال قطاع غزة، حتى وأنها قامت
قامت بتدمير سيارة الدفاع المدني الوحيدة التي تعمل في تلك المنطقة، وبالتالي عمليات انتشال المصابين والشهداء تتم بوسائل بدائية من خلال المواطنين الفلسطينيين الذين لا زالوا يتواجدون في شمال قطاع غزة، الأمر الذي يصعب من أداء هذه المهمة وفسر وجود العشرات من الشهداء والمفقودين أسفل ركام المنازل المدمرة. هذه المجزرة الجديدة تأتي بعد أقل من 24 ساعة على مجزرة ارتكبت فجر هذا اليوم أيضا في شمال قطاع غزة، راح ضحيتها ما يزيد عن 94 شهيدا. الشمال أيضا يعاني من فقدان المستشفيات في شمال قطاع غزة، لم يتبقى من المستشفيات في الشمال سوى مستشفى كمال عدوان الذي لا يستطيع تقديم الخدمات الصحية والعلاجية، حيث لا يتواجد في هذا المستشفى سوى طبيب متخصص في الأطفال، وبالتالي لا يستطيع استيعاب ويعني تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمصابين، الأمر الذي يعني يفسر عدم مقدرة هذا المستشفى على القيام بواجبته، والأمر الذي دفع كذلك وزارة الصحة لمناشدة العالم من أجل إدخال الفرق الطبية، إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستشفيات شمال قطاع غزة. إذا ما تحدثنا عن مدينة غزة راعد، نتحدث عن أكثر من استهداف، طال أحد هذه الاستهدافات منطقة سوق شارع النفق في المنطقة الشرقية لمدينة غزة، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 4 شهداء وإصابة 30 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة. في المنطقة الغربية كان هناك أيضا استهداف آخر، راح ضحية هذا الاستهداف أيضا 6 شهداء من الفلسطينيين الذين كانوا على مقربة من شاطئ بحر غزة بالقرب من منطقة السودانية، حينما يعني استهدفتهم طائرة استطلاع إسرائيلية مما أدى إلى ارتقاء هؤلاء الفلسطينيين 6. في المنطقة الوسطى لقطاع غزة لم تكن بعيدة عن الغارات الإسرائيلية، المدفعية الإسرائيلية قصفت مخيم البريج في المنطقة الشرقية للمحافظة الوسطى، وكذلك قصفت منطقة مخيم النصيرات في المنطقة الغربية للمحافظة الوسطى. حتى هنا في جنوب قطاع غزة هناك غارات متتالية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق منطقة المواصي، هذه المنطقة التي تدعي قوات الاحتلال الإسرائيلي وتتغنى بأنها منطقة إنسانية آمنة، لكنها ليست كذلك. اليوم قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية خيمة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة 10 آخرين. صبيحة هذا اليوم أيضا كان هناك إطلاق نيران متواصل باتجاه منطقة المواصي من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتواجدة إلى الغرب من مدينة رفح، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة. حتى رفح التي تشهد عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة منذ 6 مايو الماضي، لا زالت عمليات القصف من المدفعية الإسرائيلية متواصلة باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة رفح، حتى أن المربعات السكنية لا زالت تدمر في وسط هذه المدينة، حيث يقوم جنود الاحتلال الإسرائيلي بتفخيخ المربعات السكنية ومن ثم تدميرها. بالتالي نتحدث رعد أن العدوان الإسرائيلي يطال كل أحياء ومحافظات قطاع غزة، حتى المناطق التي يسميها الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق إنسانية وآمنة. نعم. تعرضت إلى بشير. بشير ماذا عن المساعدات الإنسانية، خصوصا أن الكنيسة الإسرائيلية قرر بعدم شرعية الأونروا، وبالتالي الآن هنالك مطالب دولية بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات العاجلة إلى القطاع. ماذا عن المساعدات الإنسانية للشمال الذي يعاني من المجاعة، وأيضا لديكم في منطقة الوسط والجنوب؟ يعني الشمال يعاني من المجاعة وكذلك الجنوب في ظل الإغلاق الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة. هل لك أن تتخيل زميلي رعد بأن الفلسطينيون هنا في المناطق الجنوبية لقطاع غزة منذ عدة أيام يعتمدون على الدقيق الفاسد من أجل إعداد الخبز والطعام، هذا الدقيق مليء بالحشرات، يقوم الفلسطينيون بإعداد الطعام والخبز من هذا الدقيق نظرا لفقدان الدقيق في قطاع غزة، وكذلك فقدان كل مقومات الحياة من سلع أساسية وبضائع، حتى خضروات وفواكه باتت مفقودة تماما في ظل عرقلة الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. مؤسسة الأونروا وهي المؤسسة التي تشرف على توزيع المساعدات في قطاع غزة أيضا هي باتت لا تستطيع تقديم هذه الخدمة للفلسطينيين نظرا لهذه العرقلة الإسرائيلية والأوامر المجحفة من قبل قوات الاحتلال
الاحتلال الإسرائيلي بحق هذه الوكالة، وبالتالي هذا الأمر يزيد من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بشكل عام، في الشمال الذي يعاني المجاعة الحقيقية، وهنا في جنوب قطاع غزة. إلى جانب ذلك أيضا هذه المؤسسة الدولية تقوم بالإشراف على بعض المراكز الصحية التي تقدم الخدمات العلاجية والرعاية الأولية للفلسطينيين، أيضا هي باتت معرضة للتوقف في ظل هذا العدوان الإسرائيلي الموسع على قطاع غزة. نعم بشير قبر مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا، نسأل الله لكم السلامة أينما تكونوا في قطاع غزة. بشير، عودة مرة أخرى للزميلين تامر حنفي ورغد أبو ليلى لاستكمال باقي ملفات نشائلكم. شكرا. أكد موفد الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور ويسلند أن الشرق الأوسط يشهد أخطر مرحلة منذ عقود. في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط وفلسطين، أشار إلى أن المنطقة على مشارف تصعيد خطر جديد، وأنه لا مؤشر لتراجع العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة ككل. السيد الرئيس، نحن في المرحلة الأكثر خطورة في الشرق الأوسط منذ عقود. قدم لكم زميلي إحاطة البارحة حول التصعيد الخطر بين إيران وإسرائيل في هذا الشهر. في هذه الأثناء الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل تتسبب بخسائر مدنية وتشرد ونزوح كبير ودمار على جانبي الخط الأزرق. إن المجموعات المسلحة العاملة من اليمن والعراق وسوريا ما زالت تطلق الصواريخ والقذائف نحو إسرائيل، وإسرائيل تحدثت عن الضربات الجوية، عشرات الضربات الجوية في سوريا في الشهر الفائت. يجب أن يبذل كل منا كل جهد ممكن للتخفيف من التصعيد في المنطقة وإنشاء مسار نحو سلام واستقرار في المنطقة. نحتاج إلى وقف لإطلاق النار، نحتاج إلى إطلاق سراح الرهائن في غزة الآن. أحث كل الأطراف على الانخراط بشكل بناء في جهود دبلوماسية ملحة لتخفيف من التصعيد في الوضع وتفادي حلقة مفرغة من الموت والدمار. طلب المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور بالتوصل لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار بقطاع غزة. وأوضح كذلك مندوب فلسطين خلال كلمة له أمام جلسة مجلس الأمن لمناقشة الوضع في منطقة الشرق الأوسط، قال بشأن ذلك إن سكان شمال قطاع غزة بكاملهم يواجهون خطر الموت الفوري تحت وطأة العدوان الإسرائيلي. سكان شمال غزة بكاملهم يواجهون خطر الموت، مئات الألاف من الفلسطينيين معرضون للموت الفوري، يواجهون عقوبة الإعدام لأنهم يرفضون أن يغادروا أراضيهم. جلست في مجلس الأمن أسبوعا بعد أسبوع، وقفت أمام الجمعية العامة أسبوعا بعد أسبوع، كنت آمل أن أتمكن أن أقول لشعبي إن المساعدة إلى طريقها إليهم. عانوا أهوالا رأيتموها بأنفسكم على شاشات التلفزيون، ولكن مع ذلك نعجز عن فهمها، وهم يعجزون عن فهم أن من يعذبهم ما زالوا يحصلون على الحماية والضحايا الفلسطينيين يتم التخلي عنهم. قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن الولايات المتحدة ترفض أي جهود إسرائيلية لتجويع الشعب الفلسطينيين في جباليا أو في أي مكان آخر داخل القطاع. أضافت أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن أقوال إسرائيل يجب أن تقترن بأفعال على أرض الواقع، وهو لا يحدث في الوقت الراهن ويجب أن يتغير وعلى الفور. الولايات المتحدة الأمريكية ترفض أي جهود إسرائيلية لتجويع الناس في جباليا أو في أي مكان آخر، وأن كلمات إسرائيل لابد أن تطابق أفعالها في الواقع. هذا لا يحدث الآن ويجب أن يتغير فورا. لقد أشارت الولايات المتحدة الأمريكية بوضوح أن على إسرائيل أن تسمح للغذاء والأدوية والمواد الأخرى بالدخول إلى قطاع غزة وخاصة في الشمال، وحماية العاملين الذين يعملون على توزيع هذه المساعدات. دعا الأردن إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث رد عربي مشترك
على سمته القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيسة على إقرارها. تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في الأرض الفلسطينية. في إطار هذا الحديث أكد الأردن بأن الاجتماع سيناقش الخطوات اللازمة لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة، مع حشد دعم دولي للتصدي لها ولإبطالها. كشفت وزارة الخارجية النرويجية بأنها تعتزم التقدم بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال بتسهيل المساعدات للشعب الفلسطيني. أوضحت أن هذه الخطوة تأتي ردا على قانون إسرائيلي بشأن الأونروا، كذلك العقبات التي واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى خلال العام الماضي. أكد ماتيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تلعب دورا فريدا في قطاع غزة. وأضاف ميلر بأن الولايات المتحدة أعربت عن مخاوفها ومعارضتها للقانون الإسرائيلي الداعي لحظر عمل وكالة الأونروا، وأشار إلى أنه قد يكون هناك أو تكون هناك عواقب بموجب القانون الأمريكي إذا تم تنفيذ التشريع الخاص بعمل الأونروا. وأشار كذلك إلى أن الولايات المتحدة أعطت إسرائيل مهلة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وأنها تنتظر لترى ماذا ستفعل حيال ذلك. عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن القلق البالغ إزاء اعتماد الكنيسة الإسرائيلي لقانونين يتعلقان بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. قال غوتيريش إن القرار الإسرائيلي سيمنع الوكالة الأممية من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفق تقويض الجمعية العامة للأمم المتحدة. دعا برنامج الأغذية العالمي إلى اتخاذ إجراءات فورية لتجنب حدوث مجاعة في قطاع غزة. كما حذر برنامج الأغذية من أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة قد تتصاعد قريبا وسط قيود شديدة على تدفق المساعدات، وأضاف أنه مع استمرار تدهور الوضع في شمال القطاع فإن احتمالية تأثر مجموعة أكبر من الفلسطينيين بالمجاعة سيزداد ما لم تتحسن الظروف على الأرض، داعيا إلى فتح المزيد من نقاط العبور وضمان سلامة ناقل المساعدات. اتهمت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اتهمت إسرائيل بالسعي لاستئصال الفلسطينيين من أراضيهم عبر الإبادة الجماعية. قالت ألبانيز إن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني هي وسيلة لتحقيق هدف الطرد الكامل أو استئصال الفلسطينيين من الأرض التي ترتبط بها هويتهم بشكل أساسي وتطمع بها إسرائيل علناً وبخلاف القانون. وأشارت إلى أن تصريحات وأفعال القادة الإسرائيليين تعكس نية للإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة ومسارا لتحقيقها. أكد النازحون في غزة معاناتهم الشديدة من أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتتالية في ظل وجود أطفال لا يتحملون السير على الأقدام لأميال طويلة. وأوضح النازحون أنهم يعيشون في رعب بسبب أصوات المسيرات والطائرات الحربية للاحتلال التي تحلق فوق رؤوسهم في مراكز الإيواء. خطوات الهلاك، رحلة محفوفة بالمخاطر يواجهها النازحون في غزة لأكثر من عام، يهرولون في الشوارع فارين من غارات العدوان، يواصلون التنقل بحثاً عن الأمان من مكان لمكان داخل الخيام البالية التي تكتظ بداخلها مئات الأسر الفلسطينية داخل غزة. يعيش النازحون حالة من الرعب المتواصل بسبب إرهاب الاحتلال الذي لا يهدأ في النهار ولا يرحم في الليل. خش علينا تقريباً الساعة 4 الصبح الفجر، صاروا بالقذائف يتولونا وبالصواريخ ومش عارف ايش وبالكوت كابتر، هذه جتنا بالميكروفون وصارت تنادى علينا بالميكروفون اطلعوا. اول ما يطلع الا الرجال، طلعوا الرجال عريانين هزاي خلوهم يطلعوا واخذوهم، واحنا طلعونا
معناش حاجة هزيك هشفين ولا مي ولا أكل ولا شرب ولا طلعنا بواعينا وضيلات علينا فيش لا نغير ولا نلبس إحنا وصغارنا وولادنا زي ما أنك شايف والله ما خلونا ناخذ حاجة في إيدينا ولو بدنا ناخذ مش قادرين نشيل من آخر بيت لاهية لهانا جينا ماشي. الإرهاق يصيب أجسادهم والألم يعتصر قلوبهم، هكذا صار حال العائلات التي تواصل النزوح من ملجأ لآخر مع أطفالهم وسيراً على الأقدام لأميال طويلة. كود كابتر فوقينا تحوم فوق المدرسة، يا مدرسة أبو تمام، يا مدرسة بيت لاهية. أنا اللي بده يحافظ على حياته وحياة أطفاله يتوجه إلى الطريق الآمن، طريق الأندونيسي. طلعنا المدرسة ألوفات فيها، ألوفات أطفال بنات صبايا شيوخ، كلنا حملنا هاللي قدرنا نحمله، وانت شايف والله طلعت ولا حرام ولا فرشي ولا مخدة، لا أكل ولا شرب، وجوع في الشمال، وانتوا عارفين الشمال والله زمان ما خش علينا أي شيء، والله عايشين أيام ما في رغيف البيتة، والله المخابز ضربوها، البيوت نسفوها، دمروا خربوا كل شيء أمامهم. بين حرب إبادة وأخرى للتجويع، هكذا يتعرض النازحون في غزة لأسوأ المجازر اللا إنسانية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل والنساء والأطفال بما يخالف القوانين الدولية والإنسانية. حذر رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هليفي إيران من إطلاق وابل صواريخ آخر على إسرائيل، وقال هليفي إنه في حال ارتكبت إيران هذا الخطأ مجدداً فستعرف إسرائيل كيف تصل لأهداف إيرانية أخرى بوسائل لم تستخدمها من قبل. ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر أصدر مرسوماً بدعوة المواطنين ممن أتموا سن 18 للمشاركة في استفتاء عام على تعديلات دستورية يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر المقبل. أوضحت الوكالة أن المرسوم الذي أصدره أمير قطر نص على أن يبدأ الاستفتاء من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً بتوقيت قطر، وأن تعلن نتيجة الاستفتاء خلال 24 ساعة من انتهائه. كما نص المرسوم على إنشاء لجنة عامة للاستفتاء بوزارة الداخلية القطرية تتولى تنظيم وإدارة الاستفتاء وإعلان نتيجته، تضمن المرسوم أيضا أن تشكل اللجنة العامة للاستفتاء برئاسة وزير الداخلية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إنه اتفق مع رئيس كوريا الجنوبية على تكثيف الاتصالات فيما بينهما على جميع المستويات لتطوير إجراءات مضادة للرد على تورط كوريا الشمالية في الحرب على أوكرانيا. نعم، وأضاف أيضا زيلنسكي أن كندا ستعقد غدا مؤتمرا خاصا لبحث السلام في أوكرانيا. أوكرانيا لم تضيع الوقت أبدا منذ البداية في بذل الجهود لتقريب السلام، وغدا سيبدأ في كندا مؤتمر خاص بشأن أحد أكثر المواضيع حساسية في صياغتنا للسلام، وهو إعادة الأشخاص المرحلين والأسرى إلى أوكرانيا. على جانب آخر، اتفقت مع رئيس كوريا الجنوبية على تعزيز التواصل الاستخباراتي لمواجهة تدخل كوريا الشمالية في الحرب التي تشنها روسيا على بلادنا، لكن هذا يتطلب استعادة قوة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بالكامل. أعلنت أوكرانيا نيتها تجنيد 160 ألف شخص في قواتها المسلحة. قال الأمين العام لمجلس الدفاع الوطني أمام مجلس النواب الأوكراني إن موجة التجنيد الجديدة تستغرق 3 أشهر، مشيرا إلى أن الحرب الدائرة حاليا تستدعي زيادة عدد الجنود في ساحة القتال. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إجراء تدريبات نووية استراتيجية جديدة، وقال إن كبار المسؤولين سيراجعون إجراءات التحكم في عمليات إطلاق الصواريخ البالستية وصواريخ كروز النووية. وقال بوتين إنه نظرا للتوترات الجيوسياسية المتزايدة مع ظهور تهديدات ومخاطر خارجية جديدة، من المهم أن يكون لدى روسيا قوات استراتيجية حديثة جاهزة للاستخدام باستمرار. وتأتي هذه التدريبات في مرحلة حرجة من حرب أوكرانيا وبعد أسابيع من إشارات روسية للدول الغربية بأن موسكو سترد إذا سمحت الولايات المتحدة وسمح حلفاؤها لكييف بإطلاق صواريخ طويلة المدى في العمق الروسي.
دعا المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لوقف الهجرة غير الشرعية إلى البلاد لما لها من تداعيات خطيرة، واتهم ترامب مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس بانتهاك القانون الأمريكي واتباع سياسة وصفها بالمدمرة في مجال الهجرة، زاعما دخول العديد من الخارجين عن القانون في بعض دول الجوار إلى الولايات المتحدة عبر الحدود، مشيرا إلى أن سياسات الحدود المفتوحة وضعها الرئيس الحالي جو بايدن، وكانت نائبته كامالا هاريس مسؤولة تماما عن الحدود ولم تتواصل مع دوريات مراقبة الحدود طوال أربع سنوات. كشف استطلاع لرويترز وإبسوس أن تقدم المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كاميلا هاريس على الرئيس السابق دونالد ترامب قبيل الانتخابات تقلص ليصبح الفارق فيما بينهما أو يصل إلى نقطة مئوية واحدة بعد حصولها على 44% مقابل 43% لترامب. ومن المقرر إجراء الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر القادم، ويستطيع الكثير من الأمريكيين الإدلاء بأصواتهم قبيل يوم الانتخابات. ويأتي التصويت المبكر للأمريكيين ضمن مجموعة من الخيارات الانتخابية التي توفرها الولايات لتسهيل عملية التصويت قبل يوم من الانتخابات الرئاسية. إلى أخبارنا الاقتصادية، حيث قال رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي إن دور مصر والسعودية مهم باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الراهنة. كما أعرب رئيس الوزراء المصري في كلمة أمام النسخة 8 من مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع السعودية، مؤكدا استعداد مصر للمساهمة في مشروعات التنمية بالمملكة العربية السعودية من خلال الكوادر البشرية الواعدة. لا يفوتني أن أعرب عن اعتزازي بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على كافة المستويات، بما يعكس خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. ولا يسعني سوى الإشادة بما تشهده المملكة تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من طفرة في مختلف المجالات، وأؤكد استعداد مصر للمساهمة في مسيرة التنمية في المملكة من خلال الخبرات والكوادر البشرية المصرية، وأعرب عن تقدير مصر للتوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين والاتفاق على تشجيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، بما يؤكد رغبة البلدين في الارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري إلى آفاق أرحب. يتوقع معهد إيفو تراجع قطاع الصناعة الألماني خلال الأشهر 6 القادمة، مما يثير القلق بشأن سخط الاقتصاد الألماني ككل. وتأتي التوقعات في ظل تحديات متزايدة تواجه الصناعة الألمانية، من بينها التضخم المتصاعد وارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% إذ قدمت خطة أمريكية لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من الخام ببعض الدعم على الرغم من استمرار الضغوط بسبب المخاوف الأوسع نطاقا إزاء ضعف نمو الطلب في المستقبل. ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 94 سنتا إلى 72.36 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا إلى 68.36 دولار. Yeah.
وفي بعض أنباء الرياضة، تقام الآن مباراة الأهلي المصري والعين الإماراتي في الدور الثاني لبطولة الانتركونتيننتال للأندية على استاد القاهرة الدولي، وأحرز الأهلي المصري هدفان مقابل لا شيء للعين الإماراتي حتى الآن، ويتأهل الفائز من المباراة إلى الدور نصف النهائي والذي سيقام في ديسمبر القادم في قطر. توج الإسباني رودري هرنانديز نجم مانشستر سيتي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، فيما احتفظت مواطنته إيتانا بوماتي بجائزة السيدات للعام الثاني على التوالي. فاز الإيطالي كارلو أنشلوتي بجائزة أفضل مدرب للرجال، وذهبت جائزة أفضل مدربة لإيما هايز مدربة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية. كانت جائزة أفضل حارس مرمى من نصيب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس نادي أستون فيلا، وتوج الإسباني لامين يامال نجم برشلونة بجائزة أفضل لاعب شاب. تأهل الكازاخي ألكسندر بوبليك إلى الدور الثاني من بطولة باريس ماسترز للتنس في فرنسا، وتغلب بوبليك على الإيطالي فابيو فوجينيني بمجموعتين دون مقابل بواقع 7-5 7-5 خلال ساعة ونصف الساعة من اللعب المتواصل. تأهل المصنف العاشر اليوناني ستيفانوس تيتيباس إلى الدور الثاني من بطولة باريس ماسترز للتنس، تغلب اليوناني على الإسباني روبرتو كارابيس باينا بمجموعتين لواحدة بواقع 4-6 و6-3 و6-3. كان ذلك هو الفوز رقم 100 لتيتيباس ببطولات الماسترز فئة 1000 نقطة. اليوناني سيواجه في الدور المقبل التشيلي أليخاندرو تابيلو. هذا ختامنا، ونذكر الآن بالعناوين. تقارير عن مشاورات إسرائيلية داخلية للتوصل إلى تسوية سياسية، ووقف الحرب في لبنان، وحزب الله يواصل استهداف شمال إسرائيل. اليونيفيل تعلن إصابة 8 من جنودها جراء هجوم صاروخي بلبنان، وترجح أن يكون مصدره حزب الله. بعد حظر الأونروا، النرويج تلجأ للعدل الدولية بشأن التزام إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين. سلام الله عليكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.